يا ريت هيك. مرحبا. يلا حية. الله يحييك. يا مرحبا. الله يحييك. يا مرحبا. عبد الله تعال يا بطل. يا هلا. درست اليوم؟ درسنا اليوم على الوطن. يبا وش معنى الوطن؟ الوطن يا ولدي هو الأرض اللي ننتمي له. الوطن يا ولدي هو اللي كل أبونا له، لحكامه، لترابه. يا ولدي المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله فراه، وحد المملكة العربية السعودية براية التوحيد، ثم رسم له خطة للتطوير، ثم جانا ولده الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجانا ملهمنا وأميرنا وأمير الشباب ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وكل يوم من إنجاز في إنجاز وراء إنجاز. حنا الأقوى في التعليم، حنا الأقوى في الطب، حنا الأقوى السعوديين. يا عبد الله، يا عبد الله، يا أبوك أنت من دولة تفتخر فيها الخليج كله، مو بس أنا كويتي وافتخر بالسعودية. هذه بلاد الحرمين، قبلة المسلمين، هذه حاكمها الملك سلمان وابنه، هذه نحبها ونفتخر بها ونستزيد بها. ما يبلكم الحالكم للخليج كله، هذه قبلة المسلمين، هذه دار الحرمين، هذه البركة، هذه الخير، هذه العز، هذه القوة، كل الخليج يفتخر بها. الكويتي الكويتي سعودي، والسعودي كويتي، والخليج كلهم عصا بكف، ولا في عظم ما في مفصل. يا ولدي يا عبد الله، تدري وش قاله والشعار في الوطن؟ يقول وطن يسعد صباحك يا وطننا والعمار فداك، تباكرك الرعود ويمثني لك غصن بارقها، وطن يسعد مساك، الشمس ما غابت تبي فرقاك، تعدت للمغيب اتعلم عن طيب مشرقها، هنا التاريخ يسجد في ثراك وينحكي بشفاك، تطاول قامتك بعض الديار ولا تصدقها، هنا مال الزمان هلا يطيع وينحني لرضاك، ولو راسه عنيد وقذلته للريح فاهقها، عسى الله يديم الوطن ويعزه، حنا عازل الله، والله يعز الوطن والمسلمين. مهما قدمنا لدولتنا وحكامنا وخليجنا ما قدمنا شيء. هذا الكلام